أيها الأخوة الكرام، في الختام تؤكد المملكة على أن هذه النوايا الصادقة والحكمة اليمنية التي تتجسد في اتفاق الرياض وإعلاء مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار وفوق كل مطمع من مطامع الأطراف التي تسعى لنشر الطائفية والفوضى وعدم الاستقرار في اليمن ستحقق مشيئة الله تعالى تطلعات الشعب اليمني، وسيفتح هذا الاتفاق بإذن الله أمام تفاهمات أوسع بين مكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة اليمنية ويحصن اليمن ويحميه مما يريد الخير لليمن بجميع مكوناته وسائر شعوب ومرتنا العربية.